انت كنائب رئيس الجامعه تعقد مؤخرا اجتماع ديال المكتب الجامعي، لكن كان الغياب ديال سي محمد بودريقه، بغي نعرفوا شنو الاسباب اللي خلاتك تغيب على هذا الاجتماع. الاجتماع انا كان عندي على المستوى السياسي كان عندي اجتماع، وبالتالي كان الغياب. يعني كنشوفوا ان حوالي سنه ما انعقدش المكتب الجامعي، هنا كيتطرح التساؤل، كيفاش كانت كتتخذ القرارات داخل الجامعه الملكيه في ظل الغياب، يعني واحد المكتب اللي كيجتمع بين الاعضاء ديالو وكيناقشوا يعني القرارات، واش كانت قرارات انفراديه ام كانت طرق اخرى للتواصل؟ لا كنظن بان كاينه طرق اخرى للتواصل، ولكن هذا السؤال اللي غيقدر يجاوبك عليه هو فوزي القلعه، لانه هو المسؤول الاول والاخير على القرارات اللي كياخذ، وهو اللي غيقول لك كيفاش كياخذ القرارات ديالو. يعني هي قرارات انفراديه؟ لا ماشي قرار، انا ما نقدرش ناكد لك ولا نفي لك، ولكن راه هو اللي غادي يتكلمك على القرارات ديالو اللي كيجيبها، واش عن طريق المكتب المديري، واش الترشح ديالو للكاف واش كان بموافقه المكتب المديري، واش قرارات كاينين بزاف غادي نتكلم ما نساليوش. هاد التوجه نحو عقد شراكات او اتفاقيات مع الاتحادات الافريقيه، شنو هاد يعني شنو ممكن يعطي لك اضافه لكره القدم الوطنيه؟ الاضافه اولا هو تواجد المغرب في الساحه الكرويه، خصو يكون عندنا تواجد، ولو ان ما يعطينا ما نعطيهم، ولكن على الاقل عندنا اسم المغرب يكون حاضر في المحافل الدوليه، حاضر في القرارات، حاضر في جميع الاشياء اللي كتخص كره القدم. انا اليوم في الاتحاد الافريقي كنمثل الانديه في الانتر كلوب، اذا تواجد مغربي ما عليه الا وكيدافع على المصالح ديال الانديه المغربيه، لا المشاركه ولا اللي غادي تشارك مستقبلا. وبالتالي الشراكات اللي كدار اليوم مع الاتحادات فهي كتقوي اللوبينغ في داخل الاتحاد الافريقي، وكذلك كتعطي تواجد للمغرب في المحافل الدوليه. سمعنا ان كان عقد صلح بين سي محمد بودريقه والرئيس ديال الجامعه بعد الخلافات والتصريحات واللجوء للقضاء، واش هذا الصلح كان تدخل ديال الاطراف اشخاص معنيين، او جاء بعد ما يعني ما بقاتش تنافت يعني الاسباب ديال الخلاف اللي كانت قائمه؟ هو كان واحد الاشكال مع رئيس الجامعه، الاشكال تم الحل ديالو بالنسبه لي انا، هذا الملف بالنسبه لي انا تطواب باش كنشوف فيه تدخل الناس ذات نيه حسنه اللي كنعرفوهم هنا في الدار البيضاء، والامور مشات كيف ما بغيت انا. محمد بودريقه شفناه كريادي او كمسؤول ريادي، الان يعني جاء القرار انضمام الحزب التجمع الوطني الاحرار، كيف جات الفكره ديال الانضمام ديالك لهذا الحزب هذا؟ جات الفكره الانضمام ديالي اولا انا كنت يعني عندي واحد الميول للحزب التجمع الوطني الاحرار، ولكن ما كانش تقدر، لان كان عندي كانت عندي مسؤوله رياضيه في نادي الرجاء الرياضي، وانا دائما كنت ضد الفكره اننا نسيس كره القدم. وبالتالي بعد ما تخليت على الرئاسه فانضميت كمنخرط في الحزب، الحمد لله خديت منسق اقليمي للجهه ديال المنطقه ديال الفداد بسلطان، والحمد لله اليوم انا في المكتب السياسي بعد ما صوتوا لي الناس في المجلس الوطني، مشكورين الاخوه المناضلين والمناضلات في الحزب، واليوم انا عندي مسؤوليه داخل الحزب تجمع الاحرار. واش ما كتشوفش ان هذا الصعود اللي نسميه صعود صاروخي، يعني من انضمام منسق اقليمي عضو بالمجلس يعني بالمكتب السياسي، واش ما كتشوفش ان حرقتي المراحل بحد السرعه؟ واش هذا لان محمد بودريقه شخصيه اعلاميه وكراهن عليها الحزب كشخصيه رياضيه معروفه، او شنو الاشياء اللي خلاتك انك تمشي بهذه السرعه هذه؟ اللي خلاني نمشي بهذه السرعه هي غرس هو المعقول، حيت كل ما كانش المعقول ما غاتمشيش بهذه السرعه. الناس اليوم او في جميع المجالات، لا في السياسيه ولا في الاقتصاد ولا في الرياضه، الناس بغات المعقول. للاسف شويه عندنا المعقول ما بقاش، وبالتالي في حاله الناس اللي فيهم المعقول قلال، الناس كتحاول انها تجلب هاد الناس وتحاول تعمل معاهم لصالح لا الشعب الكروي ولا الشعب السياسي. شنو كيراه الحزب التجمع الوطني للاحرار على محمد بودريقه؟ ماشي كيراه على محمد بودريقه، الحمد لله انا في مثلا في المنطقه ديالي، واننا نشجعوا السياسه ديال نشجعوا المواطنين على انها تنخرط في السياسه. انا كنقول السياسه انها تنخرط في حزب التجمع الاحرار، لان كاين واحد العزوف ديال المواطنين على الانتخابات وعلى السياسه،
وبالتالي اليوم حنا في المنطقة ديال الفجدة درب السلطان سطرنا واحد البرنامج اللي هو مهم الأقصى أمد اللي هو 2021 باش نحقوا فيه بعض الأهداف اللي كنتمنوا أنها تكون تعطي الإضافة لحزب تجمع الأحرار. كنظنش أن يعني هاد الانتماء ديالك وقلتي قبيلة أن كترفض أن تسياس كرة القدم مش ما كنظنش الانتماء ديالك السياسي غيحول دون العودة ديالك لرئاسة فريق الرجاء الرياضي اللي كانت عندكم رغبة في هاد في العودة. لا ما كنظنش مع العلم أن أنا قلت لك ضد فكرة ديال تسياس الكرة ولكن ضد تسياس الكرة الكوتي نيجاتيف ماشي الكوتي بوزيتيف. وبالتالي كان الانسان كيعرف راسو شنو كيدير فهو لما لا لان اليوم باش نكونوا واضحين باش نجلب موارد ماليه وباش ما تنتكلمش انا حيت باغي نرجع ولا غنرجع انا كنقول لك اليوم انني ما راجعش نادي الرجاء الرياضي في الفتره الحاليه وبالتالي غير كنعطيك بعض التوضيح غير في الفتره الحاليه يعني كاين استعداد انك ترجع للرئاسه ديال الفريق مستقبلا في الفتره الحاليه استاذي غد الموسم العام الجاي ممكن العام عامين ثلاث سنين ممكن طالما بقينا على قيد الحياه وبقى الطموح وباقي كذا لماذا الفتره الحاليه هذا الموسم فاني غير مستعد باش نتولى الرئاسه ديال نادي الرجاء الرياضي. بالتالي اليوم كره القدم ماشي على مستوى المغرب خذ الجزائر خذ تونس خذ مصر خصك تعرف بان الا كاين نجاح ترجي ولا كاين نجاح افريقي فالا بوجود رجل اعمال اللي كيكون ناجح شخصيه سياسيه اللي كتجلب موارد ماليه اللي كتعطي الاضافه للفريق ماشي واحد كيجي صفر درهم وباغي يسير الفريق وبغى الموارد وبغى مساعده ديال اكس ومساعده ديال واي بدون برنامج. هاد التطاحنات اللي تكلمت عليها داخل فريق الرجاء الرياضي ورجعوا للموضوع واش ما كتشوفش انها غتزيد مع اقتراب الجمع العام خاصه ان يعني كاين منخرطين كيطالبوا بمغادره حسبان المنصب ديال الرئاسه في حين هو كيتشبت بالمنصب ديالو وهو يلا مدى سنه واحده من الرئاسه وتبارك الله راه ديك السنه راه خرج فيها تبارك الله بزاف انجازات تبارك الله مزيان داكشي اللي بين على المستوى وبالتالي كنظن بان انا قلت لك انا كنشتغل باش الناس في الرجاء تلتئم ونجمعوا الشمل بما انني ما في حين انك تقول بان من الاسباب ديال هاد المشاكل هي محمد بودريقه مازال كيشتغل في الكواليس من اجل الاطاحه يعني بالرئيس الحالي لان لا خرج في اول تصريح كان هاجمك وتكلم على ازمه ماليه كبيره وكذا بالتالي اطار الصراعات اللي في الكواليس كاين هاد سي انا شخصيا لو بغيت نشتغل في الكواليس حسب ما يبقاش دقيقه باش نوضح لك انا العكس ما كنبغيوش نشوشوا على الفريق وما كنبغيوش نتكلموا على النادي بشي طريقه ولا بشي حاجه اللي كتمس صوره النادي. بالتالي انا عندي واحد الغيره على النادي انا ما نبغيش نسمع على النادي اضراب انا راه يعني هذا الشيء اللي كنشوفه راه كيمس صوره الفريق سيرتو ملي كتسمع كتشوفه في اذاعات اجنبيه. وبالتالي اليوم نادي الرجاء الرياضي خاص الاسره ديالو تلتئم ويكون لم الشمل هذا الشيء اللي كنشتغل فيه حيت علاش؟ حيت ما عنديش طموح لو كان عندي طموح ما غنمشيش في الطريق نمشي في طريق اخرى. سي حسبان بغى يستمر في الرئاسه ديال النادي هذا حق مشروع ديالو هذه ديمقراطيه ولكن كاين ناس كذلك منخرطين اللي كيقولوا الكلمه ديالهم الى الثلثين بغاوه راه بغاو يتحمل مسؤوليتهم امام الراي العام. دابا غير واحد القضيه انا راه شفت شي ثلاثه ولا اربعه البلاغات كلهم كيتكلموا انهم جلبوا الموارد حقوا جابوا الفلوس خلصوا لوطيلات بحال الراجا ما كانش كتخلص لوطيلات 5 ايطوال بحال كنا كنجلسوا في 3 ايطوال مع ان كنا كنديروا كونسونطراسيون في دول اوروبيه في اعلى مستوى. بالتالي اليوم الرجاء الرياضي محتاجه ان نجمعوا الشمل الى بغينا يستمروا ماشي انا يستمروا في التطاحنات ويستمروا في هذا الشيء اللي كاين في الرجاء فاللي غيأدي الضريبه راه هو النادي اكيد. ولكن ملي كتكلم على الانجازات ديال الرئيس وكتكلم انه فشل في تدبير المرحله كنظن انك تحمل فيها مسؤوليه كبيره بطبيعه الحال لان كنتي انت يعني اللي سمحتي للحسبان انه يجدد الانخراط ديالو لسنتين من اجل انه يتولى المنصب بعد منك. واش ما كتشوفش بان الاختيار هو اختيار ديالك وكان اختيار خاطئ؟ هذا ماشي اختيار ديالي انا كنت اولا باش تعرف انا عمري في الفتره الرئاسيه ديالي في 4 سنوات ما شطبت على منخرطين ما جريت على منخرطين العكس انا كان الدور ديالي هو انا نجلب المنخرطين
حشومه فريق عنده 100 ولا 200 ولا حتى 300 المنخرطين، ما لم ان ان في حد الزبالي راه كون نقول لك الرقم ديال المنخرطين ديالو ولا الاهلي راه بنادم يحشم. وبالتالي لان حنا فينا الهضره، حنا دابا مثلا في الرياضه كتقول لك حنا غنديروا وغنفعلوا وغندركوا في الاخر ما مش نلقى والو. نادي عباد الله 100 منخرط 200 منخرط، كنتكلموا على المنخرط اش منخرط، الا ما عندناش مليون منخرط وجوج المليون منخرط راه ما يمكنش نتكلموا على الانخراط. الناس كتكلم على ان الانخراط 20 درهم غالي، راه في مصر 6000 دولار 6000 دولار يعني شي. ولكن نتكلموا على الاختيار، الاختيار ديال سعيد حسبان انه يخلف محمد بوريك. لا انا نجاوب الاختيار اولا ديمقراطيا، انا ما كانش بامكاني انني نمنع اي واحد ينخرط. اما التصويت واش يصوتوا عليه ولا ما يصوتوش عليه، انا العكس كون رفضت، اذا كنبين بني باغي نبقى وانا ما كنتش باغي نبقى. واش حنا حبسنا شي واحد باش يترشح؟ ما حبسنا حتى شي واحد. الوحيد اللي ترشح راه هو السي حسبان. شكون اللي جابو واش كيعطي الضمانات؟ كنت تكلمت مع السي اوزال وتكلمنا بلا ما نرجع هذه القصه اللي تقصت تكلم فيها بزاف. وترشح كون ما بغاوش المنخرطين، ما غيبغيوش المنخرطين. بالتالي العكس يصوتوا عليه بالاجماع بدون واش كدار شي واحد تحفظ؟ راه كنت حاضر وكل شيء، زيرو تحفظ. زيرو منخرطين اللي كانوا كيطالبوا يعني ب زيرو امتناع زيرو تحفظ. كانوا منخرطين كيطالبوا بالاقتراع السري داخل الجمع العام من اجل انه كان عندهم مقترح ديال لجنه مؤقته، ولكن ترفض المقترح. ماشي انا اللي كنت كنسير الجلسه، اللي كان كيسير الجلسه هو السي البيضي، واصغر سنا واكبر سنا. دونك انا ما العكس، انا باش كتبين بان ماشي انا عندي واحد كون بغيت ندير لوبينغ في المنخرط، انا راني ندير ونكون جوله هنايا واجماع ونجري على الناس اللي معايا واللي يكون اللي معايا ما نخليش يدخل. العكس اشتغلت ديمقراطيا، انا كان عندي الاجماع الحمد لله، دوزت الاجماع، دوزت التقرير الادبي والمالي بالاجماع، مشاو الناس للقضاء خسروا القضاء، مشاو في الابتدائيين خسروا الملف، مشاو في الاستئناف خسروا الملف. اذا القضاء قال الكلمه ديالو، سي حسبان مشى كاع لطرق اخرى حتى هي كذلك قالت الملف ديالها. قلت لك اغراس اغراس معقول ما فيهاش هضره، دونك راه زيرو فوت. دونك الامور كنظن العكس كما قلت لك، لما جبت حسبان ما كنعرفوش انا حسبان، بعد انا ما كنعرفوش اصلا حسبان. كان مع حانات، كان مع كذا، كان كيدير السياسه، هادشي اللي كنعرف عليه. من غيره ما كنعرفوش. خلص عامين قبلنا الانخراط، لان حنا كنقبلوا كل شيء، ما بغيناش يكون استثناء. ترشح الرئاسه، الله يعاون. انا نمشي مع اكثر باش حتى الناس تعرف. درنا اجتماع مع المنخرطين اللي كانوا كيتكلموا بزاف في ذاك الوقت، ومع الناس اللي كيقولوا حنا راه كنعرفوا الكره وكنعرفوا هذا. داروا لنا اجتماع وقلنا لهم اودي راه الرجاء ها شحال كتحتاج ماديا سنويا باش تبقى عايشه وتبقى غادا في نفس الطريق وفي نفس المستوى. لان انا عندي واحد النظره، عندي واحد لا فيزيون، خص لا غوليف حتى هو يمشي في الطريق. قال لك سيدي لا، حنا ما نحتاجوش هاد الفلوس وما عندنا ما نديرو بهاد الفلوس، حنا الرجالات، حنا هذا، حنا كذا، حنا كذا. قلت لهم الله يعاون. دونك ما يمكنش لي انا كنتكلم على واحد عندي واحد مستوى، عندي واحد استراتيجي، وواحد كيتكلم على استراتيجي اخرى، وفي الاخر من يغلط غتقول لي لا المكتب السابق. كنتخلق مره واحد الخطره مره، بحال مثلا كتكون ناس تقول لك اساموا ربحاكم في الفيفا كيتسميو 60 مليون، بحال الامور اللي بالنسبه لهم راه تيبغيو يشوفوا بها صوره محمد بن خضر. لا التوضيح سهل، اللاعب خدا فلوسو وتنازل، واللي جابو نهار الاول سنا معنا التنازل ومشى فحالو. اذا كاين تنازل الفرقه وكاين التنازل ديال اللاعب. الا ما قدروش يربحوا الملف في الفيفا شنو ندير لهم انا؟ لان راه كاع الملفات اللي جرى فريق الرجاء الرياضي كلها تخسرت. مع العلم في اربع سنوات تقريبا 70% من الملفات كنا كنربحوها. علاش؟ كنا عاطين الناس اللي كانوا في المستوى، وكانوا ماشي كانوا كيشربوا قهوه ويجلسوا، كانوا الناس اللي كيتبعوا الملفات. سي محمد بودريقه كنشكرك على كل هاد الايضاحات والاجابه على الاسئله. مرحبا وشكرا لموقع 360. الزوار ومتبعي موقع 360، شكرا على الاهتمام ديالكم، ونضرب لكم موعدا في حلقه قادمه باذن الله.